السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحة؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد بإذن الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم روتيني ديال نهار الحد، كيف دوزت هاد النهار هذا. المهم اول حاجة غادي نشارك معكم الغديوة ديالنا، ومن بعد غادي نمشيو مباشره، بعد ما نتغداو غادي نمشيو مباشره للدار القديمه. راني درت لكم فيها جوله في المطبخ، غادي نخلي لكم بالنسبه للبنات اللي ما شافوش غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. وكذلك اليوم غادي ندير لكم جوله في الحمامات. بزاف البنات اللي قالوا لي ديري لينا جوله في الدار كامله، ان شاء الله غادي نديرها، ولكن غير نكملها. دابا كنديروا مره مره شويه ديال الاصلاحات، المهم غير كان غير شويه وصافي، ماشي شي اصلاح نيت. والبنات اللي قالوا لي واش الدار بغيتي تكريها او لا تبيعيها، صراحة ما بغيت نكريها، ما بغيت نبيعها، بغينا غير نصلحوها باش نبداو نمشيو لها مرة مرة وصافي. هادشي اللي كاين. المهم انا غادي ندير لكم جولة بسيطة في الحمامات مع الأثمنة ديال كل حاجة خديناها فيهم وصافي. وغادي نخليكم دابا، يلا فرجة ممتعة. صافي البنات، راه كنعمر الماء هنايا ودابا راه شعلته. غادي ندير الطبقه الاولى خيزو حيت هو اللي ما تيطيبش دغيا، وكندير عليه شويه ديال الملحه. ممكن تسلقوه الا بغيتوه مسلوق ماشي مشكل، ولكن مبخر كيجي حسن. ديروا مليحه. الطبقه الثانيه ديال البطاطا، انا كثرت شويه البطاطا البنات حيت بغيت ندير بها سلطه دابا في الغداء، وغندير بها ان شاء الله العشاء، داكشي علاش كثرت هي. ندير فيها شويه الملحه صافي، وغادي نخليهم يتفور. غندوز نحضر معكم واحد الوصفه ديال الرز، عرفتو كتجي واعره بزاف. هنا خديت الطنجره، غادي ندير فيها الزيت، غادي نزيد طريفات ديال الدجاج اللي قطعتهم هكا صغيورين، نزيد من بعد ما تتولي بيض بحال هكا الدجاج، غادي نزيد شويه الملح وشويه البزار. صافي هو الدجاج راه طاب واحد الصفيفه، المهم نخليوه في البياض هكا. غادي نحيدو دابا نعجنو فواحد الزيافه. صافي انا حيدت الدجاج كامل. في نفس المقله اولا في نفس الطنجره غادي ندير الزيت، نزيد شويه الزيت وغنزيد معلقه كبيره ديال الزبده، تقريبا جوج معالق كبار ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزبده. غنزيد واحد البصيله اللي مقطعه هكا صغيره، ثلاثه الصوص ديال الثومه متوسطين، اللي البصله ديالنا تشحر. وهنا عندي واحد الطويمه ديال الدجاج، غير طويمه وحده كافيه، غادي نديرها مع الماء اللي غادي نضيف نوجدها حيت غادي نروي به. العافيه البنات، ها هي البصله ديالنا تشحرات. وغادي نضيف هنا عندي 600 غرام ديال الرز، رز كلاسي اللي غسلته مزيان، كنحيد ليه داك النشا واحد ربعة المرات وخليته مرقد نص ساعه في الماء. غادي نضيفه، نزيد الدجاج اللي حيدت، غادي نزيد شويه ديال الحار، كذلك واحد جوج معالق كبار ديال صوص الصوجا، جوج معالق كبار ديال صوص باربيكيو. عرفتوا البنات كتجي خطيره. هذا الرز هذا هو اللي كيتباع مع الرز ديال كنتاكي. نزيد واحد معلقه كبيره ديال الكيتشوب، نحاول نشحر كل شيء مزيان مرة أخرى.
بعد ما شحرتهم مزيان دابا غادي نضيف الماء اللي ضفت ليه دامه ديال الدجاج. الا درنا زلافه ديال الروز كنديروا معاها جوج زليف ديال الماء، دائما كنضاعفوا الماء. عجنت الخبيزات ديالي راه خمروا وما غادي درت بالدقائق الكامل، هذا بغيتو الا بغاو يديروا به الكوتي او العشاء، ما في الغدا ما نحتاجوش الخبز. صافي هادشي اللي كاين، غادي نقرصهم نشكلهم وندخلهم يطيبوا. بالنسبه لهاد الخبيزات هادو البنات راه ضفت لهم شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال السكر سنيده، كيجيو رطبين اكثر. راه الخيزو ديالنا تفور طاب، غادي نهزو وغادي هنا درت شويه زيت الزيتون، درت شويه شي جوج فصوص ديال الثومه محكوكين، نزيد شويه ديال الربيع، نزيد واحد الطريف ديال الحامض. التوابل ما غاديش نكثر من الحاجات اصلا درتها في الاول، غادي ندير شويه الكمون شويه البزار وشويه ديال التحميره. ندوز دابا السلطه ديال البطاطا. هنا عندي تقريبا واحد كيلو ديال البطاطا مفوره كيف شفتوني فاش فورتها، غادي نضيف لها شويه ديال البرومتنوس. بصله صغيره مشلضه تكون مقطعه طريفات صغيورين، ديال الزيتون الاخضر مقطع دوائر، علبه ديال الطون، نضيف واحد جوج معالق كبار ديال المايونيز يكونوا عامرين، هنا غسلت واحد العلبة ديال المايس. صافي غادي نضيف شوية الملح وشوية البزار وشوية زيت الزيتون، هادشي اللي غادي نضيف. صافي دابا غادي نخلط كلشي مزيان وغادي نحطها في طبق تقديم. نحط الخيزو حتى هو، هو اللي شحرته وشرملته. الروز البنات فاش طاب طفيت عليه ودرت هاد الزيف هذا في بحال هكا، كيشرب هذاك الماء اللي تيكون زايد وكيجيكم يعني كيجيكم الروز حبه حبه. انا غادي نوريكم هانتوما شوفوا كيفاش كيشرب هذاك الماء اللي تيكون زايد، كيبقى لكم غير الروز مزول هكا. هانتوما شوفوا البنات هذه الغديوه ديالنا كانت زوينه بزاف، صيفيه لذيذه والاهم انها دغيا دغيا كتوجد. السلطه ديال البطاطا ها هي، شوفوا كيفاش كتجي، كتجي بنينه بنينه، غير جربوها البنات وما كتكثروش فيها المايونيز، غير كميه قليله. راه درت كميه كثيره ديال البطاطا هنا، البقوله ديالي اولا لي زيبيناغ هما، وهنا الخيزو مشرمل، والروز هذا الروز البنات جربوه، وبالاخص الا درتوه مع الدجاج، الدجاج اللي كنديروه على شكل كنتاكي كيجي لذيذ بزاف. انا ما بغيتش نكثر، داكشي علاش درت غير هذا الطبق هذا بوحدو. ايوا صافي هذه هي الغديوه ديالنا، نمشيو نتغداو ونخليكم دابا حتى نطلعوا ان شاء الله في العشيه الا كنت غادي ندير شي حاجه. انا رجعت معكم البنات، المهم بزاف البنات قالوا لي كملي لينا الجوله في دارك القديمه، انا غادي نكملها لكم ولكن فين ما نصايب شي حاجه راه غادي نوريها لكم، حيت كيف كتعرفوا راه عامين ما جيناش ليها، يعني راه ولات حالتها دابا. يلاه مره مره كنصايبوا فيها شي حاجه، وان شاء الله راه غادي ندير لكم فاش غادي نساليها كامله ندير لكم جوله فيها. المهم انا غادي نشارك معكم طواليطات اعزكم الله. هنا درنا هاد المرايه، هنا ما كانتش مرايه، كان غير واحد لافابو صغيور
بدلنا هذا، درنا هذا الفاسك هذا. ها نتوما انا نقول لكم الاثمنه باش تستافدوا. بالنسبه لهاد الروبيني 120 درهم، عرفتوا زوين بزاف من البرنوصي، وهذا من القريعه هذا 1200 درهم. 1350 بالمرايه. عطيني العبار 60 العبار. وراه انت اللي خصك تقول، انا راه ما عارفه شاو كيفاش من الداخل. زوين وصغير ماشي كبير. هما ها هو كيف داير الشكل ديالو، وكاينه فيه حتى مرايه. ها هي كيف عاديه سامبل، ولكن راها كبيره. فاش كتوقفي كتبان لك راسك زوين. كيبان لك راسك كله. المهم هنايا الطواليطات غير صبغناهم. غادي من بعد غادي نصبغوا الزليج حتى هو، غادي نرجعوها كلها بيضة باش نحيدو هاد حنا. الزليج هو باش شرينا، فاش شرينا الدار النهار الاول كان فيها هاد الزليج. الزليج راه ديال 2011. من 2011 عندي موضة. المهم غادي نحيدو هاد غادي نصبغوه كامل بالبيض. وبالنسبه للشاصات راه بدلناهم جيني الجزاره. غادي نحلو الجزاره هنا. هنايا كاين هاد لاشاص روكا ادير بشحال 740 درهم. ها هو الميكانيزم مزيان وداكشي زوين. هذا صافي، هذه هي الطواليط خفيفه. البنات فاش اي حاجه ضفناها جديده راه غادي نوريها لكم، وكاينه واحدة الطواليط اخرى غادي نوريها لكم حتى هي. وهنا راه مازال الاصلاحات، انا راه غير وريتكم هذاك الشيء اللي درنا دابا حاليا. بالنسبه لهذه فيها الدوش وفيها في نفس الوقت الطواليت. خدينا هاد الرشاشه هذه ب 420 درهم. كنتسنى ما كتقول 420 درهم. ها هي زوين. وهاد المرايه حتى هي خديناها، كانت عندنا مرايه اخرى ترسات وبدلناها درنا هذه. وبالنسبه للافابو راه خلينا غير اللي كان عندنا، ما بدلناش. شاص حتى هي راه بحال الاخرى، حتى هي ب 740 درهم. ما تسمع ديك با كمل 740 درهم. وصافي هذا الدوش راه اصلا كان عندنا، وغادي نديرو هنا الومنيوم ولا شي يقولوا لي فيها طومبي ولا الومنيوم جي، المهم باش نخبيو حيت فاش كندوشو كيخرج الماء بزاف. ايوا صافي، هذه هي الطواليط الثانيه.